اولا جالنا ضابط هنا من قيمه 3 ايام قبل اللي حصل امبارح هنا، حلو. جه هنا طلع الناس بتتكلم عادي، بتتحاور عادي، بتتحاور في ايه؟ ده بيقول لك انا عايز انتخابات الاول، ده بيقول لك انا عايز الدستور الاول، حوار عادي مفيش اي حاجه. يبقى دي ناس بلطجيه؟ طبعا دي مش بلطجيه. ضابط كان واقف هنا على المنصه اللي هناك ديت، جه عمل لنا ازاي؟ قال لنا ايه بقى؟ قال لنا اوعوا تفتكروا ان الماتش انتهى. ده الكلام ده من قيمه ايه؟ 3 ايام او 4 ايام. يعني النهارده احنا ضربنا النهارده حلو كده. يعني هو من قيمه حوالي 4 ايام. ايوه حلو كده. جينا اول امبارح رحنا تضامنا مع اهالي الشهداء اللي عند مزبيرو، اللي هم معتصمين عند مزبيرو، واحنا متضامنين معاهم يعني بنرفع من روحهم المعنويه. جه خبر واحنا قاعدين هناك ان في لواء طلع في التلفزيون وقال انا رحت اتفوتت مع اهالي الشهداء، والكلام ده لم يحدث خالص نهائي. حلو كده. ده الكلام ده اول امبارح. جينا بقى امبارح انا جاي من شغل عادي، ميدان التحرير زي ما باجي اقف مع الثوار عادي، ده اللي عايز، اللي بيقول انا عايز دستور، لا انا عايز اخش حزب التجمع، يعني مفيش اي حاجه. لقيت الداخليه بقى طالعه من هنا اهو بتضرب قنابل مثيره للدموع من اتجاه شارع القصر العيني، لا من اتجاه الجامعه الامريكيه. الجامعه الامريكيه من جنب الجامعه الامريكيه بتضرب في المتظاهرين هنا اهو، وهم واقفين في قلب الصينيه وقنابل مثيره للدموع زي ما قال اهي. ايوه لا، وفي واحده كمان اتخن من دي. حلو كده. طبعا احنا معناش حاجه هنا نضرب بيها، فاجرين الحد هنا اهو، وكان في امن مركزي هنا عشان بس اعرفك ان الموضوع ده مدبر. كان في امن مركزي واقف في الشارع ده كده هو راسس. حلو كده. خمس دقايق بس، حرس خاص. حلو، واقفين يعني لو هنا في بلطجيه كانت القوات ديت مع القوات ديت تضموا معاهم وكانوا مشونا وضربونا، ده لو احنا بلطجيه، لكن هم عارفين ان احنا مش بلطجيه وواقفين وبنتكلم على حق. حلو كده. فضلنا داخلين قعدنا نضرب بيها فيهم بالطوب، واتصلنا بناس تانية جت، ناس من الثوار مش ناس بلطجية، ناس من الثوار جت لان عرفت ان في ناس بتتضرب وبتتعور، فجينا ضربنا عليهم بالطوب بقى يستدرجونا زي ما هو ما بيقول كده جوه، ويجيب العربية ويطلع بيها ويعمل سرينة ويطلعونا تاني، عشان برضه افهمك انها لعبة. دي لعبة من المشير طنطاوي، انا هعرفك بقى النقطة، لعبة من المشير طنطاوي ذات نفسه. قعدنا شغالين في الشغلة دي لحد الساعة 8 الصبح، لحد الساعة 8 الصبح. حلو؟ عقبال ما ابتدى بقى المشير، سيادة المشير من الساعة 8 بالليل ياخد خبر الساعة 8 الصبح، وبعد كده يبعت القوات بتاعته عشان تقف على وزارة الداخلية ويقول لك أنا ما بعملش حاجة، دي تبقى نصيبة كبرى لو أنت مش عارف إيه اللي بيحصل من بالليل، من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 8 الصبح. عقبال ما هتيجي بقى القوات بتاعتك هياخدوا لهم ساعتين ولا 3 ساعات على الأقل، هتبقى الساعة 11. يبقى دوت اللي أنت عامله يا سيادة المجلس العسكري ده مدبر، ده مدبر، وإحنا مش بلطجية، إحنا ثوار والله العظيم على حق. أنا عاوز أوضح حاجة، أنا عاوز أفهم نقطة بس، أنا عاوز أعرف ليه الأمن المركزي اللي في الشارع ده الوحيد هو اللي ضرب؟ الأمن المركزي اللي هنا واللي هنا ما ضربش ليه؟ مش معنى ده اللي ضرب؟ لو انا هرجع في كلامي زي ما قلت لحضرتك في الاول، ليه هم دخلوا جم هنا ونرفزونا؟ نرفزونا ودخلونا ايه؟ استفزوكوا يعني؟ ايوه دخلونا بقى فين ودخلونا؟ الشارع الوحيد اللي الامن المركزي فيه ضرب. هو ده الوحيد اللي دخل فيه الامن المركزي وضرب، يعني عندك هنا حضرتك امن مركزي كان واقف بيقول له مش عارف ايه، قال لك ده هم صحينهم من النوم قالوا لنا ده مش عارف فيه ايه، ويعني واحد يعني عسكري بساله بقول له هو في ايه اللي كنت وانا لسه داخل ميدان التحرير، يعني لسه ما كنتش دخلت، بقول له هو في ايه؟ قال لي انا ما اعرفش ده الرتبه بتاعتنا مش عارف صحتنا لسنا مش عارف في ايه وبتاع، قايمين كانوا واقفين، دول كانوا واقفين ودول كانوا واقفين، لكن الشارع الوحيد هم اللي نرفزونا ودخلونا جوه لحد الشارع. احنا بقى في وسط الضرب وفي وسط الحاجات احنا مش مفكرين في ايه، احنا دخلنا وكل حاجه، سمعنا الصبح قال لك ده شويه بلطجيه في ميدان التحرير، شويه مش عارف عاوزين يخشوا لايه ويعملوا لايه، كل ده هم اللي جرونا ليه وكل ده هم اللي عملوه، ايه هو السبب؟ ايه هو الحوار؟ انا ما اعرفش. كان في قناصات فوق، وكان في قناصات فوق كانت بتضرب علينا برضو من فوق. بيضربوا ايه يعني؟ بيضربوا علينا برضه القنابل المسيله للدموع. كله كان قنابل ورصاص نطاط بس امبارح. كله نصاب. كله قنابل ورصاص نطاط. بيغمى عليك لمده 5 دقايق من القنبله. عامله زي الصاروخ كده بالسايب الاعصاب وقنبله للدموع.